وزخات مطرية قوية أحيانا رعدية مصحوبة بالبرد مرتقبة الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية لمديرية الأرصاد الجوية. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات مطرية قوية أحياناً ورعدية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 50 ملم مرتقبة اليوم وغداً بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن هذه التساقطات المطرية ستشمل كل من تطوان وشفشاون والحسيمة المنطقة الفنيدق ووزان وتاونانت، وذلك ابتداء من اليوم على الساعة 9 ليلاً وإلى غاية 9 صباحا من غد.